باسل ولدي، ماذا تفعل هنا؟ أبي، لقد كان هنا، لقد كان يختبئ هنا، لقد حاولت إيقافه ولكنه نال مني. السلام عليكم، أنا المحقق عدنان، سعيد بالطبع بلقياكم يا أصدقاء، وشكراً لكل أوفياء قناة حكايات فور سيسترز على حبكم الكبير وتعليقاتكم الجميلة، وأتمنى أن أبقى دوماً عند حسن ظنكم. قضية اليوم مختلفة ومعقدة، ولكن لا يوجد ما هو مستحيل أمام عبقريتي. ماذا؟ أنا لم أقل شيئاً، إنها البداية فحسب. حسناً، أين كنا يا أصدقاء؟ نعم تذكرت، سأخبركم اليوم كيف استطعت حل لغز حير كل أقسام الشرطة لمدة 7 سنوات، واستطعت بفضل الله أولاً وبفضل ذكائي حله بالتأكيد. هل تودون معرفة ما حصل؟ في أحد الأيام كنت أجلس في مكتبي أتابع أحد القضايا عندما وصلني اتصال. مرحباً، المحقق عدنان في خدمتك، من المتكلم لو سمحت؟ مرحباً أيها المحقق، لقد سمعت الكثير عنك، هل يمكنني أن أطلب منك خدمة لو سمحت؟ أنا العميد ضياء من قسم التحقيقات في الريف. أهلاً بك يا سيدي، بماذا يمكنني أن أخدمك؟ حسناً، هل يمكنني استضافتك في منزلي في الريف؟ فأنا لدي قضية لا يستطيع أحد حلها سواك، الجو جميل جداً في الريف وسيسعدنا وجودك معنا. حسناً يا سيدي، يسرني ذلك بالتأكيد. ماذا هناك يا سيدي؟ يبدو أن هناك ما يشغلك. هناك قضية جديدة، وبالتأكيد سأحتاج لوجود محققة ذكية مثلك. في صباح اليوم التالي انطلقنا إلى الريف، وعندما وصلنا كان باستقبالنا العميد ضياء. مرحبا بك أيها المحقق عدنان، لقد كنت بانتظارك، هذه ابنتي ليليان. تشرفت بمعرفتكما، هذه هي مساعدة الضابطة منى. إن بلدتكما هذه جميلة والهواء هنا عليل. شكرا لاستضافتنا أيها العميد، يبدو أن لديك قضية وتحتاج إلى مساعدتنا، أليس كذلك؟ لقد دعوتك اليوم لأسلمك ملف هذه القضية، وأتمنى أن تستطيع حلها، وستجد كل ما تحتاجه مدونا فيه. أنهى العميد ضياء كلماته وانصرف، وقد بدا الضيق ظاهرا عليه. جلسنا لاحتساء بعض الشاي عندما تقدمت ابنته ليليان وجلست معنا. إن هذه هي القضية التي كان والدي يعمل على حلها منذ أكثر من 7 سنوات، وللأسف لم يستطع حلها. قبل 7 سنوات ظهر في قريتنا الهادئة هذه قاتل متسلسل، وقد قام بإنهاء حياة أكثر من 6 فتيات. كان أخي باسل عبقريا مثلك أيها المحقق، كان دقيق الملاحظة ولماحا، لذلك استعان به والدي في التحقيق في هذه القضية. كان والدي يطمح أن يصبح أخي باسل محققا مشهورا ولامعا مثلك، ولكن أثناء عملهما على هذه القضية قتل أخي باسل على يد ذلك القاتل بعد أن اقتربا من اكتشاف هويته، وبعد وفاته انهار والدي ولم يستطع حل هذه القضية. يا إلهي، إن ما حصل لأخيك حقا فظيع. الآن فهمت لما لم يستطع أن يخبرنا بتفاصيل هذه القضية، لقد رأيت الحزن في عينيه. آنستي، لقد أثارت هذه القضية فضولي، وسأبدأ بالعمل عليها منذ هذه الليلة. أتمنى أن تستطيع أيها المحقق حلها، فذلك سيسعد والدي حقا. بعد أن أخذت قسطا من الراحة، جلست أنا والضابطة منى وبدأنا في دراسة ملف القضية. تفقدت منى صور الضحايا وبدأت بتدوين كل الملاحظات عن الضحايا 6، بينما قمت بقراءة ملف القضية كاملة، وقمت بتحليل كل معلومة ومفتاح، ودونت كل أوجه التشابه والاختلاف بين الجرائم 6. هل تعلم أيها المحقق؟ لقد استهدف ذلك القاتل فتيات متشابهات. كيف ذلك أيتها الضابطة؟ إن الضحايا 6 تمتلكن شعراً بنياً طويلاً وعيوناً عسلية، بشرتهن بيضاء، وأعمارهن كانت بين 18 و22.
أنتن النساء لديكن ملاحظات دقيقة وتركزن كثيرا في التفاصيل. هناك ملاحظة أخرى أيها المحقق، هل كانت تلك الضحية السادسة هي الأخيرة؟ هذا سؤال مهم يا منى، يجب أن أذهب إلى مركز الشرطة، فلقد توقف العميد ضياء عن العمل على هذه القضية منذ مقتل ابنه، وعلي أن أعرف أكثر بهذا الملف. حددت موعدا مع الطبيب الذي قام بتشريح جثث الضحايا الستة في هذه القضية. لقد استمتع برؤيتهن وهن يفارقن الحياة، لقد فقدن الكثير من الدماء قبل موتهن. هل تعرضن للتعذيب أو الإساءة أيها الطبيب؟ لا، كان سبب الوفاة واحدا، قطع في الشريان الرئيسي، نزيف حاد حتى الموت. هذا حقا بشع. توجهنا إلى مركز الشرطة لجمع بعض المعلومات الهامة التي كنت أحتاجها، فلقد كنت أريد معرفة الأماكن التي تم العثور فيها على جثث الضحايا. في تلك الليلة التي مات فيها باسل ابن العميد ضياء، أخبرنا العميد ضياء أن هناك موقعين قد نتمكن فيهما من الإمساك بذلك القاتل. توجه جزء من فريق الشرطة إلى الموقع الأول، بينما توجهنا بقيادة العميد ضياء إلى الموقع الآخر، ذلك البيت المهجور. عندما دخلنا إلى هناك، وجدنا تلك السكينة التي كان يستخدمها في قتل ضحاياه، ولكنه لم يكن هناك. ثم فجأة سمعنا صراخا بالخارج، وكم كانت دهشتنا عندما وجدنا باسل ممددا على الأرض ثم فارق الحياة. حسنا، شكرا لك، لقد كانت تلك المعلومات مفيدة. عدت إلى المكتب وبدأت بربط الأحداث والمعلومات التي حصلت عليها، وفي النهاية كان ما توصلت إليه صادما. هذا مستحيل، لا يمكن أن يحصل هذا إلا إذا. في تلك اللحظة اكتشفت من يكون ذلك القاتل المتسلسل. لا يمكن ذلك، إن ذلك مستحيل. أيتها الضابطة منى، سوف نذهب في مهمة الآن. يبدو أنك قد توصلت للفاعل. ماذا هناك أيها المحقق عدنان؟ ما الذي جاء بكما في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ أيها العميد، أنا بحاجة للحديث معك على انفراد. لماذا؟ ليس هناك أحد هنا سوى ابنتي ليليان. إن هذا ضروري، أرجوك يا سيدي. حسنا، دعنا نذهب للمشي قليلا. لقد درست القضية جيدا، وتبعا لما توصلت إليه فإن القاتل لا يمكن أن يكون إلا أنت. ماذا؟ هل تتهمني أيها المحقق؟ هل فقدت عقلك؟ لا أيها العميد، لقد أرشدتني كل الأدلة والوقائع إليك أنت. لقد كنت تضلل العدالة طوال ذلك الوقت، لقد كنت تقوم بقتل الفتيات في منزلك. يبدو أنني كنت مخطئاً عندما طلبت منك التحقيق في هذه القضية. وكيف تفسر العثور على جثث الضحايا على بعد 100 قدم من منزلك، والسكينة التي عثر عليها في ذلك المنزل المهجور؟ قد تم شراؤها من محل بجانب منزلك، لقد خططت أنت لكل هذه الجرائم. لا، هذا كثير، توقف رجاءً. كل الأماكن التي تم العثور فيها على جثث الفتيات كانت مجهولة للشرطة، ولكنك كنت أول من وصل إليها. توقفت كل الجرائم في تلك الليلة التي فقدت فيها ابنك، وهذا كله يجعلك أنت وأنت فقط المشتبه الوحيد. كان العميد ضياء يقف مذهولا وهو يستمع إلي. لا يمكن أن يكون هو. من هو؟ أنا لم أكن دائما أول من يصل إلى الضحايا، لقد كان هناك من يسبقني ويصل إليهن قبلي. لقد كان ابني باسل هو من يتصل بي ويخبرني بمكانهن. لما طلبت مني الحضور إلى هنا يا باسل؟ أبي انظر، هناك جثة أخرى. أنت لست شرطيا يا ولدي، ولا يجب أن تورط نفسك وتأتي إلى هنا لوحدك. أنا أعلم يا أبي، ولكنك سلمتني ملف القضية وطلبت مني مساعدتك في التحقيق فيها.
قد تصبح مشتبها فيه يا باسل. إن علمت الشرطة بذلك لا يمكننا المزاح في هذه الأمور أبدا. كان ابني باسل دوما هو أول من يصل إلى الضحايا، وكنت أسجل نفسي كأول شاهد على هذه الجريمة لإبعاد الشبهات عنه. هذا يعني أن القاتل لم يكن سوى باسل ابنك أيها العميد. كان العميد ضياء يشعر بالصدمة الشديدة، وبصراحة شعرت بالشفقة عليه، فلقد اكتشف للتو أن ابنه كان هو ذلك المجرم الذي كان يبحث عنه منذ سنوات طويلة. لكن ما حيرني هو الطريقة التي مات بها باسل، والسبب الذي دعاه إلى قتله لكل تلك الفتيات. عندما عدت إلى مكتب اتصلت بالطبيب الشرعي وطلبت منه إرسال تقرير بالطريقة التي مات بها باسل ابن العميد ضياء، وطلبت من الضابطة من التواصل مع ليليان ومعرفة أدق التفاصيل عن أخيها باسل. وهنا كانت المفاجأة التي أصابتنا بالدهشة. كان باسل شابا شديد الذكاء، في أحد الأيام أحب شابة جميلة بشعر بني وعيون عسلية وطلب يدها للزواج، ولكنها رفضته. أصيب باسل بالكآبة الشديدة خصوصا عندما علم بزواجها. لم يستطع باسل تحمل ألم الفراق، ويبدو أنه كلما رأى فتاة تشبهها تذكرها، وانتقاما لنفسه كان يقوم باختطافها وقطع شريانها الرئيسي ليراها تتعذب وتموت أمام عينيه. وهكذا استمر بخطف الفتيات. وعندما علم بأن أباه يقوم بالتحقيق في هذه القضية قرر أن يضلل أباه. انضم باسل للتحقيق مع أبيه في تلك القضية وقادهم لاكتشاف مكان الضحايا. اختار باسل ذلك المنزل المهجور كموقع لذلك القاتل المتسلسل ليبعد الأنظار عن مسرح الجريمة الحقيقي، منزل والده العميد ضياء. في تلك الليلة أخذ السكين ليضعها في ذلك المنزل المهجور لمعرفته أن الشرطة قادمة إلى هناك. وبينما كان يهم بالخروج سمع صوت سيارات الشرطة قادمة إلى هناك، فقرر الهرب قبل العثور عليه. وهناك تسلق الحائط ولكنه لم يتوازن فسقط على الأرض وتسبب بكسر في الجمجمة أدت إلى وفاته. وهكذا يا أصدقاء تم حل لغز القضية بنجاح. أعلم أنكم كنتم على يقين من ذلك، فأنا رجل المهمات المستحيلة، أليس كذلك أيتها الضابطة منى؟ حسناً يا أصدقاء، لن يكف المحقق عدنان عن التباهي والتفاخر أبداً. نراكم في قضية جديدة قريباً، إلى اللقاء.